سيبك، عايز اسالك عن حاجه يعني قلب الدنيا من امبارح. ايه رايك في الهجوم على الشناوي بعد ماتش فيوتشر؟ لانه طبعا حضرتك عارف ان انت خدوك طرف اصيل في الموضوع. انا الحقيقه حضرتك عارف، انت حضرتك عارف طبيعه شغلتنا. انا دايما بشتغل بوجهه نظر ان كل حاجه بلغه الارقام. يعني حضرتك النهارده ما اقدرش اجي اقول لك استاذ عمرو الشناوي النهارده حارس مرمى كبير. طب بقى كبير ازاي؟ هقول لك بلغه لا خلاص الكره بالباصه. جه النهارده عمل ماتش وحش. يعني حضرتك نفترض النهارده ان محمد صلاح مع المنتخب عمل ماتش ما كانش موفق فيه. محمد صلاح ضيع بينالتي اي حاجه، واحد من التوب 3 في العالم، ان ما كانش الافضل من وجهه نظر. اقدر النهارده ان اطلع اقول ان محمد صلاح لعيب نص نص؟ لا، انا هقول ان هو مش في حالته، هقول ان هو مش موفق، هقول ان محتاج يركز اكتر، ولكن يظل التقييم ان هو لعيب كبير. هو ده الخلاف دايما مع الناس، ان الشناوي كويس او وحش. ممكن ماتش، انا رايي زي رايك ان الشناوي زي ما انت بتقول في حته تانية بجد، لان هم الناس واخدين لك الكلمه دي. بس انا فعلا رايي، وقبل ما نحاكم الشناوي نحاكم الدفاع اللي ساب الراجل كريم يشوط الكره على راحته. يعني الكره كانت سريعه وملحش، ويا مجوان بيخش الكره بين رجليهم عادي، بتحصل كتير يعني في احسن حراس المرمى. احنا عندنا عمرو ثوابت، مصطفى محمد مهاجم في حته تانية، الشناوي حارس مرمى في حته تانية، الونش مدافع في حته تانية، السليه ديفندر في حته تانية. على فكره ده مش عيب، يعني ده وضع تقييم على ارقام على فترات سابقه جدا، ولكن مباراه ما تخليش الامور تمشي كده. وان شاء الله باذن الله بغض النظر عن الحسابات دي، زاد ان شاء الله باذن الله هي الفتره الجايه تكون في حته تانية ان شاء الله. الاعلامي سيف زاهر بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.